ما شيع الآلاف من المواطنين في جنازة عسكرية وشعبية جثمان الشهيد محمود منصور في مسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية، حيث استشهد أمس الأول إثر هجوم الإرهاب الغاشم بالعريش الذي راح ضحيته 18 من قوات الشرطة. حضر هذه الجنازة محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر ومدير أمن الإسماعيلية محمد علي حسين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.